وقعة الجريمة صباح يوم الجمعة الماضي، والجاني شاب يبلغ من العمر 34 سنة، اقترف جرما في حق عجوز وزوجته، وهذه بنت الضحية تعيش اليوم وضعا نفسيا بعد فقدان الأبوين. مريت النعس وقال غنولي نمشي على الطبيب النفساني، ما نكذب عليك، تيجيب لي الله بناتي، عندي جوج البنات وحق من بعث محمد اللي كندير لهم واه في الليل، كيجيب لي الله راه غنغمض عيني غيجي قتلنا كاملين ولا ما عرفتش كيجيب لي الله. شفته البارح في الكوميسارية ما عقلتش على راسي، ما اش نقول لك، ربي العالم بيا. قام الجني في البداية بخنق وذبح الضحية، بعد التخلص منها قام بتعنيف الزوجة لتلقى نفس المصير. والدافع الرئيسي وراء الجريمة هو محاولة السرقة بدعوى أن الضحية كان يملك هذا الدكان بالحي المحمدي. هما مالفين كيحلوا الصباح المحل ديالهم، ما حلوش داك الجمعة، نهار الجمعة ما حلوش نهائيا. هي داك الناس بقاو كيسولوا مع المراحيش، حنا كنتقداو من عنده الدرب كامل كيتقدم.